بعدين. وبعدين ده امتى ان شاء الله؟ لما فوق ابقى اكلمك تبقي تكلميني تقولي انت عايزه ايه. طب يا ريت بقى تفوق بسرعه علشان بلحق عايز يفهم ايه اللي حصل امبارح بالظبط. نفسه يخرج. تقصدي ايه؟ يعني عيب عليك اعمل كل ده علشانه وهلل وخلي اللي ما يشتري يتفرج على بلحه وانت تعمل معايا كده؟ بقولك يا فريال هاتي من الاخر، انا ما بحبش العوق ولا انا وحياتك لا بحب العوج ولا الحل المايل. يعني هو ايه اللي يعني؟ هو احنا نقول تور تقول احلبوه؟ طب يا ستي اللي عايزه تحلبي الطور انت ينفع تعملي انت بتعمليه ده؟ نعمل ايه بقى طالما طور في ساقيه مغمى عينيه وعمال يلف حوالين نفسه؟ نشيل من على عينيه الغمه. حاولت وحياتك حاولت، بس نعمل ايه بقى؟ الظاهر التور متعلق في الحبال الدايبه. يا بنت بنت خالي، بقول لك بنت خالي ما تفهميش. انا ماليش دعوه بنت خالك بنت عمك، انا ليا دعوه باللي بشوفه قدام عيني. يعني اعمل ايه يعني؟ ابوهم ميت ينفع انا ما اقفش جنبيهم؟ ها الناس تقول عليا ايه؟ ياكلوا وشي يقولوا عليا عيل صغير. يا لهوي معقول يا حبيبي يقولوا عليك كده وانا موجوده؟ فشر، ده انا كنت قطعت لسانهم. ده انا اللي حاطه حمرك اللي حاطه ده. ليه انا مش معديه؟ انت يا وليه انا اسمك سمينة. وما تحطي صوتك يا ست جمالات، ما تصوت صوتك ما يصحش كده. ياما الفضايح اللي انت بتعملها لي دي. اسم الله. وبعد ما نسلم فيها فضايح اوعي. انت يا سنانة بقول لك ايه؟ خدي ابنك يلا وغوره يا مش ناقصاكوا، ما انتيش قاعده فيها النهارده. هي هبت يا جمالات ولا ايه؟ مالك يا اختي طلعتينا زي الباجور كده ليه؟ بابوري يولع فيك انت وابنك. ما يصحش كده يا ست جمالات، وات صوتك بتشتمي لنا امي واحنا واقفين. اسم الله يا اخويا. يصح وما يصحش، وانت انت اللي عاملها حبيب وشغال لي كمانجات، وامك اللي عماله تسف من البنت شمال ويمين وتقول لي ما يصحش. بقول لك ايه؟ لم الدنيا بقى علشان انا هموت لك نفسي دلوقتي. اقسم بالله انا هموتك انت وهو وامه زمان. بقول لك انت باين عليكي نفسك تسمعني من اخيار. بقول لك انت نسيتي سيده ولا ايه؟ لا هفكرك. خلاص خلاص يا ست جمالات، حقك عليا انا، حقك عليا. خلاص خلاص الموضوع، ليه بالدور؟ مش هلمه، هتمشوا من هنا يعني، هتمشوا من هنا. ما انتش قاعده فيها النهارده. اعلى مفخله تركبيه يا حلوه، انا قاعده بايجاري، بدفع لك كل شهر ايجار، اما نشوف هتعملي ايه. ماشي يا ست سيده، انا هوريكي. سيدك سيده. ايوه يا اما خلاص ما قالتك ست سيده، هتقولي كده تاني. ماشي يا ست سيده. انا خلاص بقول لك يا فريال خد امك وطوعيها بقى، مش نص الفضايح بلانيلي عليك وعلى امك. انا طالعه لها اقسم بالله ما هسيبها النهارده. اوعي اوعي بلاش بهدله وقله ادب. انت ما بتسيبهم بعض كمان؟ اوعي انا هوريك يعني. لا اقفل خلاص يا ست سيده. معيشتش معاه كتير، حتى كل المرات اللي شفته فيها في حياتي تتعد. مش عارفه انا حاسه بايه بالظبط دلوقتي. حاسه زي ما يكون في حاجه جوايا نقصت مره واحده، بس انا معرفش هي ايه. عادي ايتم، مش عارف، انا شايف ان ده شعور طبيعي. لا بس انا عمري ما تخيلت ان انك ايه؟ مش عايزه تكملي؟ عمري ما تخيلت اني ممكن ازعل عليه او احس اني مفتقداه، بس مش عارفه ايه اللي حصل لي. اول ما سمعت الخبر حسيت اني مش انا، حسيت اني واحده تانيه. ندمت قوي، حسيت اني كان نفسي على الاقل اقعد معاه شويه اكتر لما جالي اخر مره. برضو عادي، زي ما بقولك ده شعور طبيعي جدا. هو انا وحشه؟ عايز رأيي؟ يا ريت. انت مظلومه، هي دي الحقيقه صدقيني. انت مالكيش اي ذنب في اللي حصل. مامتك وباباكي هما المسؤولين عن كل حاجه،
بس انا حاسه بالذنب قوي. احساسك ده اللي يخليني اقول انك انت انسانه كويسه. تقصد ايه؟ افهم. انت مش ملاحظ ان انت بقيت بايخ شويه؟ يا سلام، بقيت بايخ عشان عايز افهم. تفهم ايه؟ ما كل حاجه واضحه قدام عينيك. البنت بتقابله عشان في شغل، ولا انت ناسي الاتفاق اللي تم بين الشركتين؟ لا ما نسيتش الاتفاق، بس المقابلات تبقى خارج الشركه. سمير كلامك ريحته مش عجباني. تصرفاتك انت وبنتك اللي بقت تنرفز. بقول لك ايه يا حبيبي، ما دام تصرفاتي انا وبنتي بقت تنرفزك قوي كده، ايه اللي غصبك؟ كل واحد يروح لحاله. يا سلام، هي بقت كده؟ ايوه كده يا سمير. وانا ما عنديش مانع كده برضو يا حبيبي. ما كنتش متخيل ان انت تقول كده بعد العشره دي كلها. بس انا عايزه افكرك بحاجه صغنونه قد كده. من الشركه حبيبي انت مالكش فيها حاجه، وانت يظهر مش واخده بالك ان الشركه دي بعمرك. حبيبي انا ما عنديش مشكله، بس الشركه باسمي. تظهر انك ناسيه انك ماضيه شيكات على بياض. بيني وبينك المحكمه، أموت أنا في المحكمة. حط الرقم اللي نفسك فيه وعلى ما تحكم بقى، ما أنت عارف المحاكم. عمر يمين يعيش. مشكلتك يا سمسم إن أنت بتنسى إحنا ملناش غير بعض. فلوسنا مع بعض وحياتنا مع بعض وكل حاجة مع بعض يا حبيبي. معلش أنا ما أقصدش، يعني أنا كنت. خلاص يا حبيبي خلاص ما تزعلش. انا حاسه ان انت متضايق ومخنوق عشان انت بقيت عرف وايتن بنتي بقت الكل في الكل في الشركه، وهي اللي دايراها. هي على فكره مش ذنبها، هي بنت اليومين دول عارفه البنات عايزين ايه والناس عايزين ايه، وبتنزل الحاجه اللي في السوق اللي تقش. اذا كان على ابنك ما تقلقش. طيب وسامح كوبري لحد ما نلم السوق فعبي جديدة جي يا مركبنا كبير. اهدى يا حبيبي، انا شايفاك متوتر كده، انت لازم تفضفض لي. بعدين انا عايزه اقول لك على حاجه يا حبيبي. حد برضه يقول لمراته حبيبته اللي ستر وغطى عليه انت منرفزاني؟ وده بره اللي بينا يا حبيبي. متشكرة قوي. بتطلع تشرب أي حاجة؟ لا لا معلش، خليها مرة تانية. أنا بجد مش عارفة أقول لك يا مروان، متشكرة جدا على اهتمامك بيا. ما جتش من أيتن تتصل حتى تطمن أنا وصلت ولا ما وصلتش. معلش أنا تحت أمرك في أي وقت. متشكرة. أنا إذن بتمشي تشحتي في الشوارع؟ أنا بشتغل شغلانة كويسة على فكرة. شغلانة إيه؟ بتنزلي تلفي على القهاوي والمتروهات وتنادي على البضاعة اللي معاكي؟ بتقولي لهم إيه؟ أختك عندها السرطان وأبوكي مش لاقي ياكل؟ وليه ما تقوليش إني بحلي البضاعة اللي معايا والناس فعلا بتشتري وبكسب يا ستي؟ حرام عليكم، حرام عليكم، هتموتوني. واحدة ماشية لي على حل شعرها ولسه ما رجعتش لغاية دلوقتي، والتانية بتشحط في الشارع. أنا ما بشحطش يا كاميليا، أنا بشتغل شغلانة بحبها ومش هسيبها. ميرا فين؟ وناش عرفني. إيه اللي شعرفني؟ أمال مين اللي يعرف؟ أهي طالعة، كانت جاية مع مروان ابن جوز أمها. الله الله، كل واحدة بتطق في دماغها حاجة بتعملها. شرفتي يا هاني. أنتِ كنتِ فين يا حلوة؟ أنتِ كنتِ فين؟ في إيه يا كاميليا مالك؟ إيه اللي فيه؟ الواد مروان ده بيوصلك ليه؟ مش جه مره قبل كده قلنا خلصت؟ ولا هي سيره؟ بقول لك ايه؟ لو عايزه ترجعي تعيش عند امك يلا بالسلامه، انا ما عنديش مانع. وانتي تعملي حسابك ما فيش دي ظلم البيت ده، والشغلانه الزباله بتاعتك دي مش هتحصل تاني.
لا يا كاميليا مش هسيبها. كملت صوتكوا عالي ليه كده؟ اموت وافهم مالنا شغلانه تقل بننزل لها بهدوم ونرجع بهدوم؟ اصل مفيش غير شغلانه واحده. اوعي تغلطي يا كاميليا. لا يا حبيبتي انا هغلط. اهدي يا كاميليا مش كده. مش هغلط. وكل واحده في البيت ده لازم تفهم انه تحت امري انا، ومفيش دخول ولا خروج من البيت غير بامري انا. ليه ان شاء الله؟ هتربينا من اول وجديد؟ اه هربيكم من اول وجديد. يا كاميليا كفايه مش بالشكل ده. مفيش تفاهم. واللي هقوله هو اللي هيمشي. والكلام ده على مين بقى ان شاء الله؟ على الكل. وانا مش موافقه. انا ما بعملش حاجه غلط. هتنفذي غصب عنك. مش هنفذ يا كاميليا. اوعي قسما بالله العظيم لو ما اديت ايدك عليا تاني يا كاميليا ما هسيبك في حالك. تعالي انا عايزاكي. نعم. انت غلطانه يا كاميليا، العصبيه مش كويسه. وبعدين بابا الله يرحمه عمره ما زعق لواحده فينا، وعمره ما قال كلمه وحشه. لما كانت تبقى في حاجه مضايقاه كان بيقولها وهو بيضحك. حتى ما ينفعش تيجي في يوم وليله وتغيري كل ده. يعني انت عاجبك اللي حصل؟ وبعدين دول لازم يعرفوا ان الموضوع ما بقاش سيء. المهم انا هرجع الشبكه لرامي. لا، هو اللي طلع مش راجل، وهو اللي ما التزمش بكلامه معاكي، يبقى ملوش حاجه عندنا. الاصول بتقول كده. انا النهارده رميت الدبله في وشه، وانا مش عايزه اي حاجه منه. يغور هو وشبكته، مش عايزه اي حاجه تفكرني بيه. خلاص ولا يهمك. أنا كنت طول عمري بقول بتحب فيه إيه ده؟ ناشف ومقدد وغريب. عندك حق، العيب فيه مش أنا. أيوة، هاتي اللي فيها. حبيبتي اللي عندك ده أنت مالكيش ذنب فيه. أكيد ربنا له حكمة. إيه حكمته يا كاميليا؟ إيه هي؟ أنا عايزة أعرفها. انت فاهمه قد ايه انا ببقى نفسي انزل من البيت واتمشى واقعد في اي حته، بس بخاف ان الحاله تجيلي. بكره نظره الشفقه في عيون الناس لما ببقى فوق. بكره. هتخفي وهتبقي زي الفل. هتخفي ايه بس؟ انت عارفه انا بقالي قد ايه بتعالج. بصي انا مش عايزه اشغل بالك باي حاجه، وانا كمان احاول ان انا ما اشغلش بالي. بس عايزه اقولك على حاجه واحده. من كلام عم جمال النهارده، انا شايفه ان احنا كلنا لازم نشتغل. خفي عن البنات شويه. انت مش عارفه بكره في ايه. مش هتقرف. زهقت قرف، كله قرف. في ايه يا مروه؟ مالك؟ زهقت. زهقت يا اميره وخلاص. ما بقتش طايقه نفسي. مش لاقي حاجه كويسه اروح بيها الشغل. كل الحاجات اللي في الدولاب زي الزفت وعره، ونص هدومي بستلفها من صحابي. خلاص يا ستي، استني لما تقبضي وهاتي اللي نفسك فيه. لا يا شيخه، هما بقى يستنوني لحد ما اقبض. يا حبيبتي انا بشتغل في شركه ازياء، يعني انا واجهه للشركه دي، واللي داخل واللي خارج بيتفرجوا عليا، وانا نفسي زي ما انت شايفه. خلاص خدي من عندهم واخر الشهر اديهم فلوسهم. لا والله، اخد من عندهم على الحساب. يقولوا عليا ان انا مش لاقي اكل. يا سلام. طب ما هي دي الحقيقه. ما احنا فعلا يا بنتي مش لاقيين ناكل. لا انت مش طبيعيه بجد. انت والله العظيم ما طبيعيه يا ميره. واسكتي احسن عشان هترفعي لي ضغطي. ميره ما تزعليش والنبي مني، انا بس متعصبه شويه، اعصابي بايظه. بقول لك ايه يا ميره، انا عايزه اسالك سؤال بس ورحمه ابوكي. ما تفهميني غلط. اسالي. ايه عايشه هنا ليه؟ عاجبك ايه في الفقر؟ انت ليه دلوقتي مش مع امك الست زينب هانم؟ دي هانم، وانا واثقه ومتاكده ان هي قالت لك مليون مره يا حبيبتي تعالي عيشي معايا. قالت لي طبعا. اه قالت لي طبعا، بس انت عاجبك الفقر، خليكي يا حبيبتي على في الفقر. اسيبكم يعني يا مروه؟ لا يا حبيبتي خليكي منوره الحاره.
عارفة يا مروان، قبل ما بابا يموت بيوم كنت بفكر أقول له إن أنا همشي، مش عشان أنا مش عايزة أقعد معاكوا، لأ، عشان أشيل من على كتفه هني شوية. بس أنا لو عملت كده دلوقتي وسبتكم هبقى بجد ندلة. عارفة بقى، أنا لو منك أقسم بالله أستندل من أول يوم. تعالي عايزة أسألك على حاجة. اقعدي لي كده قولي لي بقى، الواد ابن جوز امك ايه؟ قصدك مين؟ مروان؟ مروان شهم ولطيف، واخد باله منك، مرضاش يخليكي تروحي لوحدك. ايه بقى؟ والله يا مروان انا ما توقعتش منه كده خالص. طب ايه يا حبيبتي؟ هو ايه اللي طب ايه؟ يعني انت مش عايزه تروحي لزينب هانم، ياخدك هو. مروان وانت مالك مهتميه قوي بالموضوع ده كده ليه؟ يعني يا حبيبتي يعني اصل انا مش انا اختك برضو بحبيبتك، يعني تروحي تتريشي وتعيشي عيشه كويسه وتشيلينا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه ده، فاكيد مش هتسيبيني لوحدي. مش انا اختك حبيبتك؟ يعني احنا مش من نفس الام بس من نفس الاب، وتربينا في نفس البيت، صح ولا ايه يا حبيبتي؟ لا مش صح يا مروه، تصبحي على خير. الفقريه دي المصحف انت مو طبيعيه، يخرب بيت فقرك. واضح ان احنا معطلينك او حاجه. لا لا ابدا، ما فيش عطله ولا حاجه، اتفضل ساعات. هو احنا ثانيه واحده اتفضل. شوف كده عادل، مين اللي بيتصل؟ رقم غريب. ده ابو طلال. رد عليه، رد عليه. الو ابو طلال، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. لا والله احمد بيه بس في اجتماع، يعني ممكن ساعه كده واخليه يكلم حضرتك. لا البضاعة في ميعادها، في ميعادها هتوصل بإذن الله، ما تقلقش. لا مش هينفع بقى تحط الفلوس بقى في البنك القديم. لا لا لا، أصل أحمد بيه قطع علاقته بالبنك القديم ويعني مش ناوي يكمل معاه. فالعشرة مليون حق البضاعة خليهم معاك، احتمال كمان ساعة كده أبعت لك رقم حساب تاني، يعني يا مسهل، هنشوف لسه هنشوف. لا حبيبي تأمرني ساعة وخليه يكلمك بإذن الله. بإذن الله. سلام أبو طلال. سلام يا حبيبي. سلام. ده أبو طلال. احنا كنا عايزين نودع عندكم في البنك مبلغ كبير شويه. اوكي تحت امركم. انا متاكد ان انتوا بتقدموا خدمات مصرفيه عاليه، وخصوصا ان احنا بنتعامل مع جهات كبيره في جميع دول العالم. يعني انا بس يهمني الدقه والسرعه. لا وهم اكيد احمد بيه بيسمعوا عنك. طبعا طبعا، غني عن التعريف احمد بيه. شكرا. من ناحيه دي اطمن خالص، احنا عندنا افضل نظام مصرفي في مصر كلها. طب ده كويس جدا، ده حاجه تطمن قوي. لا انا متفائل احمد بيه ان البنك ده باذن الله يحوز رضا حضرتك، يعني باذن الله. وانا كمان متفائل جدا الحقيقه. ايوه تعالى لي حالا عندي دلوقتي. اشربي يا خاله خليله. كوبايه شاي يا ابني الله يرضى عليك. وعندك شاي لخاله خليله. سيدك ربنا يسامحك يا متولي، قلبي موجوع، عايزه ادعي عليك بس مش هين عليا. سامحيني يا امه، والله العظيم كان غصب عني كده. يا بنات دهون عليك امك كده، شفت المرمطه اللي انا فيها يا امه؟ والله العظيم انا ما كنتش عايز اركع ايد ورا وايد قدام، هي دي كل المشكله. ليه يا دناي؟ خايفني اعايرك ولا سمعك كلام يزعلك؟ من ايام ما قلت زمان يا متولي حصل ايه؟ ياما ياما ما تقطعيش قلبي، انا بس ما كنتش عايز املك يخيب فيا، ما كنتش عايز كل ده يحصل فيك ياما. هو املي ما خابش يا دنايا؟ ده انا اتمرمطت وشفت الذل. لا ياما مش هتشوفي الذل تاني. يلا يلا خلي لقومي معايا، يلا قومي على البيت، يلا يلا ياما.
ايه يا اما ما تقطعيش قلبي مالك؟ مش قادره يا بتولي، كنت فكره لما اشوفك روحي هترد فيا وبجري زيك. مش قادره اسلم طولي. اما ما تقطعيش قلبي ابوس ايدك يا اما، ما تخلينيش ارجع تاني يا اما. ترجع فين يا ضنايا؟ انا اتمني انك جيت، بل عايز تمشي. لا يا بتولي، لا يا بتولي، ابوس ايدك. لا يا اما، لا يا اما، لا يا ضنايا. والله العظيم ما اسف. انت ابن عمري. حاضر. وصاحبي حبيبي واخويا وسندي وعزوتي يا بتولي. حاضر يا اما، والله ما اسف. يلا يلا شد حالك كده واسند عليا، ويلا على البيت وارمي الزباله دي يما. اسند تاني يا متولي بعد ايه؟ يلا بقى يما، يلا يلا. والله العظيم انا نسيت كل الايام دي. يلا سيبي الزباله دي يما وقومي. حاضر خليله، حاضر خليله. في حاجه ولا ايه؟ انت مش رخصك معاك؟ كله تمام. طبعا الفل يا فندم، احنا كله سليم وكله تمام. رخصك موجوده بس يعني هو كده في كمين كده على الصبح النشاط ده كله. انت هتعلمنا شغلانه ولا ايه؟ لا يا فندم، اتفضل اتفضل يا فندم. العربيه دي بتاعتك؟ لا احنا مأجرينها، ودي رخصه العربيه. معاك عقد الايجار؟ هناك هو في المكتب، بس احنا كان عندنا مشوار انا واحمد، فيعني استعجلنا معلش. العربيه دي متبلغ عنها ان هي مسروقه. مسروقه ازاي يا باشا؟ يا باشا احنا ممكن نتصل بالمعرض وانت تتاكد بنفسك ان احنا مأجرينها منه. احنا هنشوف ده في الاسم. اسم؟ اركن لي على جنب. ده ايه المعامله دي على الصبح يا باشا؟ اركن لي على جنب. وانت ايه اللي خلاك تنسى اصلا الورقه العربيه؟ معلش على جنب. تليفونك مقفول على طول ليه؟ تقصدي مفيش تليفون؟ البطاريه خلاص شطبت، بس ان شاء الله هجيب واحده جديده لما انزل. على فكره سمر، انا جايلك النهارده وانا مش مبسوطه كده ومقلقه. ليه؟ بابايا صحي الصبح وبيقولي سالتي على سمر ولا لا؟ قلت له لا، قال لي يبقى لازم تنزلي تروحي لها تدوريها تشوفيها عامله ايه. عمي ده شخص محترم قوي على فكرة، هو كمان بيقولك لو احتاجتي أي حاجة لازم تكلميه، وأنا عارفة بابايا كويس ما بيهزرش. ربنا يخليك سوس. أنا كمان بقولك كده، لو احتاجتي أي حاجة لازم تقوليلي، أنت عارفة أنا بحبك قد إيه. عارفة والله. مالك بتردي على قد الكلمة ليه؟ فيكي إيه يا سمر؟ سمر أنا ما بحبش أشوفك كده، وبعدين اللي انت عملتيه معايا ده خليكي حد غالي جدا عندي، وانا ما ينفعش حد يبقى غالي عندي ومتنكد بالشكل ده. اي حد مكاني كان هيعمل اكتر من كده. لا مش اي حد يعمل اللي انت عملتيه، انك تاخدي واحده لا تعرفيها ولا تعرفك ولا عمرك شفتيها، وتفضلي مستنيه معاها في المستشفى، مستنيه لحد ما باباها يجي، وكمان تتبرعي لها بالدم. محدش بقى بيعمل الحاجات دي، وده خلاكي السوس. يا شيخة والله انتي مكبرة الموضوع. انا ولا مكبرة موضوع ولا حاجة. بقولك ايه، ايه رأيك كده تيجي تقعدي معايا كام يوم؟ ما ينفعش، وبعدين كمية مش هتوافق. ما تخافيش انا هكلمها. معلش خليها بعدين، على الاقل الحالة اللي احنا فيها دي تعدي. طب بلاش، انا عندي اقتراح تاني احلى جدا. ايه رأيك السوس تدخل اوضتها وتفتح دولابها وتطلع هدوم وتيجي مع اللون للنادي؟ مش قادرة والله. ايه ده؟ لا مفيش حاجه اسمها مش قادره، والله العظيم يا سمر لو ما قمتي دلوقتي دخلتي الاوضه ولبستي هدومك وجيتي معايا النادي انا مش عارفه اعمل ايه، بس اكيد هعمل مشكله. يلا قولي قولي لول، قولي لول. خلاص يا لول. قولي اوكي لول. خلاص يا لول. طيب فهمني يا عم جمال. والله يا كمال انا ما عارف اقول لك ايه، بس اللي اقدر اقوله دلوقتي ان مبلغ المكافاه اللي هتطلع للوالد الله يرحمه نتيجة شغله معانا السنين الطويلة دي بعد مؤقت، يعني هتطلع مبلغ مش كبير أوي. أي حاجة يا عم جمال، أهو لغاية لما نتصرف بس ونشوف هنعمل إيه. والله أنا ما عارف أقول لك إيه يا بنتي، بس كملي يا أمسكي، خلي المبلغ ده معايا. يا نهار أسود أنت بتعمل إيه؟ اسمعي بس، والله ما يحصل أبداً. يا عم جمال ده أنا شايلك للعوزة والتقيلة، أنا متشكرة أوي. العفو حبيبتي. يلا سلام عليكم. مع الف سلام. بقول لك ايه؟ مش دي بنت عبد العزيز الله يرحمه؟ اه. متجوزه؟ لا ارمله. طب يا اخي ما تتجوزها، ينوبك فيها ثواب بدل ما انت قاعد لوحدك كده. انت اتجننت ولا عبيط ولا ايه بالظبط؟ اتجوز ايه؟ دي بتقول لي يا عمي. طب وهي وبعدين يعني هي هتلاقي زيك فين؟
تشتغلنيش، فرق السن اللي بيني وبينها كبير كبير قوي. ما تفرقش، صدقني انت فرصه بالنسبه لها. فكر بس فكر. انت لك عندي بشره كبيره قوي يا معلم بلح. مش صاحبك وصاحبه اتقفشوا وشكلهم هيشرفوا عندك هنا قريب قوي. بجد احلى بشره سمعتها في حياتي. تعرف لو كلامك ده حقيقي لك عندي حلاوه 100 100. حلاوتي يا معلم ده اللحم التافه من خيرك. ها اي امر تانيه؟ لا استنى، عايز فلوس ماني. هقول لك تروح فين والمين، وهتاخد حلاوتك 100% وتجيب لي منه المبلغ اللي هقول لك عليه. اوكيشن تحت امرك يا معلم. روحنا في داهيه يا عم احمد، روحنا في داهيه. اسكت بقى، خلينا نفكر هنعمل ايه. تفكر ايه؟ ما هم فكروا وعملوا كل حاجه وزي ما انت شايف. عايزين نشوف نخرج من الورطه دي ازاي. دلوقتي بقت ورطه؟ ما انا قلت لك نشوف اي معرض نظيف ولا نتعامل مع اي ناس نظاف بدل الناس الزباله اللي انت جبتنا لها. لو يعني انا كنت بشم ظهري بايا اعمل ايه؟ رجلي ودتني المعرض ده، اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ عايز تليفون. تليفون ازاي؟ اخدوا مننا التليفونات واحنا داخلين، انت نسيت؟ واضح ان احنا متوصى علينا على الاخر يعني. طبعا العربيه المسروقه عربية الظابط، اكيد طبعا الظابط هيخدم صاحبه فينا. هي الحفلة علينا، أنا عارف، أنا حاسس بكده. حفلة النهاردة علينا يا أخي. بقى ما تقعدش بقى تندب، لازم نتصرف. اتصرف. صباح الفل يا ست الكل. لا صباح ولا مسا. لا 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 لا، بقى أنت أمك تعمل فيا كده وأنا اللي فاكراكي حبيبتي؟ لا يا أختي. والله يا خالتي والله العظيم عاتبتها وقلت لها ما يصحش كده ياما، عيب. دي فضحتنا. معلش حقك عليا. لا حق ولا مستحق. لا ده انا كده اتبحترت كرامتي في الحاره، اعمل ايه يعني هاجر؟ هو احمد مش هنا يا خالتي ولا ايه؟ لا 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 خالص، ما تجيبيش ست احمد خالص. لا انا مش مطمنه. لا ده ابني الوحيد في الزيت كبدي، اجوزه ليكي ازاي وامك مش طايقاه؟ ده هو يا عيني طول الليل يا حبه عيني يقول لي يما ازاي. انا ما اقدرش اقول لك لا، بس اديكي شايفه امها مش طايقاني. معلش يا خالتي عشان خاطري. لا ده كبير اللي حصل، ده كبير قوي. لا اوعى تفتكر انك هتشتريني بهديه ولا بشال. انا مصممه والله يا خالتي، انا جايه وقلقانه موت. قلقانه من اللي امك عملته؟ لا طبعا، من كاميليا اللي عماله تلف وتدور حوالين احمد، وهو كمان طلع قاعد عندها شكله كده عايز يرجع المية لمجاريها. يا لهوي، وانا مستغنيه عن ابني؟ انت عارفه انها كانت مخطوبه قبل جوزها ده واحد اسبوعين ومات. يا نهار اسود. اي والله ده اللي حصل. انت بتاكل رجالتها بقى يا خالتي. طب وانا اعمل ايه دلوقتي واديكي شايفه الواد احمد خيل وجميل وهي حاطه عينها عليه؟ ازاي الحق الواد منها؟ خلاص يبقى نجوزها. نجوزها؟ نجوزها علشان بقى نقطع الحبال الدايبه دي من اساسها. ونجوزها مين؟ للحاج جمال، اهو طالع نازل عندهم من ساعه ما عبد العزيز مات. اهي حبت عين امه، اتخطف وهو صغار. عبد العزيز يا عين الله يرحمه. اهو يلمها. بس مش كبير عليها شويه؟ كبير ده ايه يا خالتي؟ ويعني هي هتتجوز يعني علشان الجواز؟ اهو حد يلمها وخلاص. وما تزعليش مني، اهي ارمله. صدقي يا بنت فكره. أيوة والله. خلاص أنا هفتحه من بكرة. إيدي على كتفك. لا وإنتي كمان عليكي الباقي. لا ما خلاص، أبوهم مات وأنا عمتها، كلمتي سيف على رقبتها. ماشي يا عسل. ماشي تتهني بيهم. الله يخليكي. بقول لك إيه، مش كل مرة تيجي شايلة وجايبة. أنا بتحرج والله. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا حلاوتي يا حلاوتي يا جمالي، حتى لو اسود اسود ابيض جميل. اسمعي بقى اللي بقول لك عليه. مامي انا عايزه افهم. عايزه تفهمي ايه؟ بقول لك طالما الراجل معاه فلوس طز في اي حاجه بعد كده. اوكي بس انا مش شايفه اني محتاجه اتجوزه. مش شايفه يعني اني واقعه لدرجه اني هترمي تحت رجلي اول ما يقول لي يلا نتجوز. طب اسمعي الكلام اللي بقولك عليه عشان ده مهم جدا.
اوكي اتفضلي قولي. سمير متضايق ومش مبسوط، ما كانش فاكر ان انتي هتقدري تسيطري على الشركه وتبقي الكل في الكل فيها. يعني ايه؟ يعني كل اللي في دماغه دلوقتي ازاي يمكن مروان ويركنك انتي على الرف. هو في ايه يا ماما؟ انا طول الوقت محتاجه افهم. هتفهمي ايه تاني؟ افهم طبيعه العلاقه بينك وبين انكل سمير. علاقتكم غريبه جدا، مش علاقه اتنين متجوزين عادي. انا حتى ساعات بحس ان هو مش طايقني بس مش عارف يعمل ايه لانه خايف منك. وانت كمان بحس كتير قوي انك قلقانه مني. ليه؟ كان كل واحد فيكم مش مطمن للتاني. ما اخبيش عليكي، انا مش مطمنه وخصوصا الايام دي. خلاص بفهميه بقى الموضوع كله من اوله عشان اعرف افكر واعرف اخد قرار مظبوط. سامح هو اللي باقي لك، وانا عارفه بنتي حبيبتي هتحط خاتم جوه صباح. اوكي بس افهم كل حاجه الاول. هتفهمي كل حاجه في وقتها. سامح اوعى تقولي انك لسه نايم. لا لا خالص مفيش حاجه، انا بس عايزه اشكرك على امبارح بجد انبسطت قوي لما شفت